اكتر كي بنا بانك مالا قلا سلام او كاتت باش زور بخير بي استغفر الله جنان يا لا وسلام سلام زور بخير اي كاك غصا هنرمند كي بنا بانك اگر ببينن دا هنرمند كي لسر آسلي عراق كاك غصا لا ولاية بطيخ يعني كي قل اكتر بنا بانك كانو باش داريك زور كاريگري هي يا لا وسلام بيك اخ غصا تشرفنا بحضورك هناك كواحد مشهور كشاب حبيبي عراقي. أول شيء أنا أشكرك على الترحيب الحلو، صح أنا ما فهمته بس مبين حلو. بس باسي تو ذاكم كبيشوازيك لما قرها تصدى من تينا قشت بلام زايم بيشوازيك باشا. إلي الشرف أنه أمثل الكادر ولاية بطيخ. بو مشرفي قوري بنيوناراتي كادري ولاية بطيخ ليرم أمادم وأمثل مدينة بغداد نيوناراتي شاري بغداد كم بالحضور إلى كردستان الجمال كردستان لكردستان جوان كردستان الفخر أمادبونم لكردستان جواني كردستان شانازي حقيقة الحفل كان يعني يفوق الخيال أجمل من المتوقع دلي أو كاري كذيكن لسر خيالة أهني وأبارك كل العاملين على تحضيرات هذا الحفل بيروز باي لهم عندك لهم وانك ما دبوني واركو ما دبونا كيشا ولا ما ذكرني اوري ورسمه لهم صار ما كان حقيقه ظاهره اكثر من حضاريه ظاهره تخلينا نحس احنا في دوله مدنيه في دوله تحترم الجمال في دوله تحترم هذا الرقي جدا فرحان بوجودي هنا زور بي خوش حاله كليري باز دكا دلت جوانتر لجوانترين شهرستاني تكي جوانه شوازي كي مدني زور بيش كوتو تان نشان داوا واحنا من الشرف بيك غسان هنا طبعا كردستان كردستان الكل لناو خلقو لناو خيزاني خويتي غسان يعني ماكو فرق بين بغداد وأربيل ابدا ارامي فرساري شي لي فرصه بلا كاتي كي وانا ما ودنجي خدا وبشا جواني كاب لريت وبريت وشايستي او نازنا ويو اي يعني سؤال تقول هسه باقي يعني دقائق او ساعات قليله لاختيار ملكه جمال من هي المرشحه الافضل التي تستحق لقب ملكه كردستان برايك مليانات جمال دلي فرن الاجواني فرن الاجواني كلهم حلوين حقيقه كلهم حلوين شكرا لك حفل حلو كلكم دلي جماور جوانا بينر جوانا انك جوانا شكرا لك شكرا لكم شكرا جزيلا يا اهلا وسهلا اخ غسان يا اهلا وسهلا مع السلامه